الجزازي شابة أردنية أبدعت في مجال الرسم، واستطاعت أن تبرز موهبتها من خلال رسوماتها المميزة التي بتنقل صورة الواقع بطريقة جذابة جدا. مجد، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك اليوم، نورتينا. بداية حابب تحكي لي عن موهبتك، إمتى بلشتي فيها ومين شجعك عليها؟ سعد صباحك عمار، أول إشي بشكرك كثير على الاستضافة الجميلة. بداية موهبتي بالرسم من وأنا صغيرة، الحمد لله عندي شغف إنه أنا أطور حالي بالرسم وأطور موهبتي. كثير ناس دعموني الحمد لله بفضل من رب العالمين، بس ماما دائما الدعم الأول والأخير. مجد، خبرتيني قبل شوي إنك أنت دارسة هندسة برمجيات، وهندسة البرمجيات بعيدة جدا عن الفن، احكي لي عن هالمعادلة الغريبة شوي. هو أنا كان حلمي بصراحة أدرس فنون، أدخل معهد فنون، بس إنه يعني درست هندسة برمجيات، الحمد لله تخصص جميل يعني، بس بإذن الله يعني حناوية بعد ما أتخرج إنه أدخل معهد فنون، حابة أطور موهبتي أكثر وأدرس عن الفن أكثر. مجد، يا ريت تخبريني أكثر عن الأنواع اللي عم تستخدميها بالرسم. كنت أرسم فن المانديلا، الفن الهندي المانديلا، وفن البوب آرت. من جديد أخذت دورة رسم الفحم البورتري، والحمد لله طورت حالي فيها. لكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا مجد، كيف ممكن يتابعوكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ حسابي على الفيسبوك ارتست مجد الجزازي، وعلى الانستغرام نفس الاسم ارتست مجد الجزازي. مجد، يا ريت تحكي لي أكثر عن شو نوع الفن المطلوب بالأردن. بصراحة هو بغض النظر بالعادة هو الفن أذواق يعني، بس بشكل عام الناس بتتجه للإشي المعبر يعني، ما يعني الرسم اللي بيكون فيه ديتيلز، فيه تعبير، اللي بيعب يعني البورتري أكتر. بالضبط، بورتري ممكن، فن التشكيل الزياتي ممكن، الأكريليك ممكن، الإنسان يشوف حاله بالصورة فإنه بيحب نوع معين حسب إنه إحساس الرسام فيها. الفنان بشكل عام لما يجي يرسم بيكون أحياناً في أحاسيس مختلطة عنده، فبتطلع معه مرات رسمات غريبة. احكي لي عن هذا الموضوع، إذا في رسمة معينة أنت رسمتيها وكان في عندك شعور مختلط بهذا الموضوع تحديداً. الإنسان الفنان بيطلع الإحساس اللي جواته لما يرسم، سواء كانت طاقة سلبية طاقة إيجابية، الموهبة لتفريغ هالطاقة. فإنه حلو الواحد لما إنه شو ما كانت الطاقة جواته يفرغها بالرسمة، والرسمة أكيد بتعبر، بتبين شو حالة الفنان يعني لما تكوني زعلانة مثلا بتطلع معك رسمة فيها نوع من الأنواع. أنا عكس. لما ممكن أكون زعلانة برسم رسمة تفرحني. بس شو طموحك ولوين حابة توصلي بهذا الدومين؟ بصراحة أنا شاركت كتير معارض فنية، بس يعني إن شاء الله يعني حابة إنه يعني أفتح أعمل معرض لحالي، إنه معرض شخصي، وإن شاء الله بعد تخرجي حابة إنه أدخل معهد فنون أطور موهبتي بالرسم، وإن شاء الله يا ربي أوصل للمستوى اللي ببالي. مجد، أنا بدي أتشكر حضورك معنا اليوم، بدي أتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك الفنية الحلوة، وإن شاء الله بالأيام الجاي بتحقق كل طموحاتك وكل أهدافك، وموفقة.